بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اللقاء 75 من لقاءات ديوانية الأطباء الذي يحمل عنوان جراحة القلب المفتوح، الماضي والحاضر والمستقبل، مع سعادة الدكتور ياسر الغنيمي. يشرفنا في هذا المساء ضيوف شرف لقاء الديوانية، وهم من منسوبي جمعية البر بالمنطقة الشرقية، ويمثلهم سعادة الأستاذ يوسف بن إبراهيم المقرن نائب الأمين العام، والأستاذ وليد بن عبد الله الدوسري مساعد الأمين العام للتخطيط والتطوير، وسعادة الأستاذ أحمد بن محمد عبد الهادي مساعد الأمين العام للاستدامة المالية والاستثمار، وكذلك سعادة الأستاذ فيصل بن مقبل المسند مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي. فأهلا وسهلا بهم، وأهلا وسهلا بالضيوف الكرام، وأهلا وسهلا بسعادة مساعد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الأستاذ محمد بن عبد الله بودي. قبل البدء بهذا اللقاء، وكما هي عادة ديوانية الأطباء التي أسسها وأشرف على لقاءاتها سعادة الشيخ عبد العزيز بن علي التركي واحتضنها في منزله المبارك، مضينا تقريبا 10 سنوات من هذه اللقاءات الطيبة. حضر معنا سمو سيدي أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله لقاءين، وكذلك كان يتابع لقاءات الديوانية ويتتبع أخبارها، فهي تحظى باهتمامه الشخصي وكذلك اهتمام منسوبي صحة المنطقة الشرقية ووجهاء وعامة مجتمع المنطقة الشرقية. فجزى الله الشيخ عبد العزيز بن علي التركي خير الجزاء على تأسيسه لهذه الديوانية الطيبة المباركة. الديوانية اعتادت تكريم من خدموا دينهم ووطنهم ومجتمعهم. الليلة نكرم شخصية قدمت للمجتمع وللوطن عامة الشيء الكثير، وهو سعادة البروفيسور الدكتور أسامة المدني. الدكتور أسامة المدني يحمل سيرة كبيرة وعطرة وشخصية يعني خدمت مجتمعها، فلها جزيل الشكر وعظيم الامتنان، وهو يحمل الزمالة السريرية في الطب الشرعي من جامعة أدنبرا كلية الطب، ودكتورة في الطب الشرعي جامعة أدنبرا، ماجستير في الطب الشرعي، بكالوريوس في الطب والجراحة جامعة الملك فيصل. عمل رئيسا للجمعية السعودية للطب الشرعي والرئيس المؤسس للجمعية الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي. تخرج من كلية الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عام 1987. بعد حصوله على درجة الماجستير في الطب الشرعي التحق بقسم الطب الشرعي بالدمام، ولاحقا رئيسا لقسم الطب الشرعي للمنطقة الشرقية بالمملكة. الدكتور أسامة التحق بجامعة أدنبرا وأكمل درجة الدكتوراه في الطب الشرعي، وحصل على الزمالة السريرية في الطب الشرعي من نفس الجامعة. تم اختياره زميلا لكلية الطب الشرعي والطب الشرعي بالكلية الملكية للأطباء بلندن عام 2014. نشر العديد من المقالات البحثية في مجال الطب الشرعي وعلم الأمراض في المجالات العالمية في المجلات العالمية. قام بتأليف العديد من الكتب وشارك في تأليف العديد منها. رشح لتمثيل المملكة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجان مناهضة التعذيب عام 2002. أسس المجلس السعودي للطب الشرعي حتى تقلد رئيس اللجنة العلمية ولجنة الامتحانات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض. شغل أيضا منصب رئيس اللجنة العلمية للتعليم الطبي المستمر بعد التخرج بوزارة الصحة بالمنطقة الشرقية. انتخب أيضا رئيسا لجمعية الطب الشرعي بالمملكة العربية السعودية. ولو ذكرت يعني الكثير من المناصب التي تقلدها الدكتور أسامة يعني ربما لا يكفينا هذا اللقاء، فتحية وتقدير للدكتور المبدع أسامة المدني. تفضل معنا أبو علي لتكريم الدكتور أسامة. السلام
شغل الدكتور أسامة إدارة الطب الشرعي بصحة الشرقية، كما شغل رئيس لجنة المخالفات الطبية في هيئة مدينة دبي للرعاية الصحية، أيضا شغل قبل تقاعده منصب مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة في صحة المنطقة الشرقية منذ عام 2015. استاهل الدكتور. أيضا الدكتور أسامة يعطي العافية كان ضيفا من ضيوف لقاء ديوانية الأطباء، وأعتقد في اللقاء 45، يعني تقريبا يمكن قبل 5 سنوات يا دكتور، قبل 5 سنوات كنت ضيف مع قبل 5 سنوات تقريبا في اللقاء 45 كان ضيفا معنا في لقاء ديوانية الأطباء. كل الشكر والتقدير لك دكتور أسامة، وتستاهل، الله يعطيك العافية. ضيف اللقاء في هذا المساء هو الدكتور ياسر بن أحمد فرج الغنيمي، خريج جامعة المنصورة، زميل الكلية الملكية لجراحية القلب والأوعية الدموية كندا 2004، أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر من عام 2005 في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، استاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنصورة جمهورية مصر الشقيقة، عمل في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بالقصيم، وكذلك في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية. أيضا له العديد من المراجع المعتمدة في المجلة الطبية السعودية، وعضوا في نادي الصدر الخليجي، وعضوا في نادي الجراحين في المنطقة الشرقية، وكذلك عضوا في نادي المنطقة الشرقية لجراحية الأوعية، وكذلك عضوا في كلية الجراحين الملكية في كندا. فأهلا وسهلا بالدكتور ياسر، كما لا يسعني أن أرحب بالمتابعين معنا عبر برنامج الزوم، فنقول لهم أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نسعد وإياكم في هذه المحاضرة مع الدكتور ياسر. كل الشكر والتقدير للداعم التقني شركة فنتتروب. أهلا وسهلا دكتور ياسر، تفضل حديثك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية طبعا أحب أوجه الشكر الجزيل لسعادة الشيخ عبد العزيز التركي على تكريمي وتشريفي بهذه الدعوة الكريمة للتواجد اليوم وسط صفوة من كوكبة المجتمع للتحدث عن أحد المشاكل التي تواجهنا في المجال الصحي، وهو أمراض وجراحة القلب. فإن شاء الله يعني اللغة اللي أنا أستخدمها إن شاء الله هي كلها معظمها، طبعاً أنا تراعيت أنه معظم الحاضرين مش نفس التخصص وليس لهم علاقة شديدة أو وثيقة بجراحة القلب، فراعيت أنها تكون معظمها فيديو كليبس وضحت فيها في الميديا إزاي أن إحنا نتعامل مع أمراض وجراحات القلب، وإزاي بيتم جراحات القلب منذ أن بدأت من أكثر من 100 سنة وحتى يومنا هذا، وما هو المتوقع بالنسبة لجراحات القلب. في البداية في 3 أرقام لابد أن نتذكرهم في جراحات القلب. أولا في 2019 نسبة الوفيات من أمراض القلب 18 مليون نسمة، يعني ده في 2019 أكثر بكثير جدا من اللي ماتوا في الكورونا وكثير من الأمراض المعدية، وإنه سنويا تجرى أكثر من 1 مليون حالة قلب مفتوح كل سنة بنسبة نجاح تتعدى 97%، وإنه التكلفة السنوية لأمراض وجراحات القلب
على مستوى العالم بلغت في 2010 863 مليار دولار، وهذا الرقم متوقع للزيادة أن يوصل أكثر من 1000 مليار تريليون دولار. الأمراض القلب وجراحات القلب تختص بست اتجاهات أساسية. أكثر مرض يقابلنا هنا في المملكة هو أمراض الشرايين التاجية وأمراض الذبحة الصدرية، وده مرض منتشر بنسبة عالية جدا، وذلك لانتشار السكري والهايبرتنشن في وجود المجتمع السعودي بنسبة عالية. الجزء الثاني اللي هي الأمراض الخاصة بصمامات القلب، والجزء الثالث العيوب الخلقية في القلب. كذلك أمراض القلب بتتعامل مع جزء مهم جدا وهو موضوع الهارت ترانسبلانتيشن أو عمليات زراعة القلب، بالإضافة إلى الإصابات التي تصيب المرضى بالذات في موضوع الاستابوند في الهارت، وكذلك الشريان الصدري الرئيسي اللي هو الأورطة. الحقيقة مشكلة جراحات القلب كانت فيها مشكلة أساسية، لأن القلب يتميز بثلاث خصائص: إن هو عضو متحرك، ثانيا هذا العضو عضو عضلي، ثالثا إن هو ويت، بمعنى إنه لو اتفتح القلب والجراح شغال هيحصل نزيف يؤدي إلى الوفاة مباشرة. وعشان نشتغل على جراحات القلب لابد أن يتوقف القلب تماما، بالإضافة إن احنا أثناء هذا التوقف لابد من الحفاظ على عضلة القلب حتى لا يتلف القلب بعد العملية. ولذلك في القرن 19 كان في المشكلة الكبيرة اللي قابلت الجراحين القلب إن في lack of knowledge وتكنولوجي، والحاجة الرئيسية اللي ساعدت على نمو جراحات القلب هو التكنولوجي والمعرفة، المعرفة بالفسيولوجي والأناتومي والتخدير. حتى في هذا اللحظة كان واحد زي الدكتور تيودور بيلروث كان بيقول إن يعني أي جراح يحاول يتعامل مع جراحات القلب هو جراح لا يستحق تقدير زملائه، لغاية سنة 1893 دكتور دانيال ويليامز جه مريض مصاب باستام، سكينة ضرب بغرز السكينة في القلب، ولحسن الحظ هذه السكينة أدت إلى إصابة في الغشاء التمور اللي هو مصيب للقلب وتم إسعافه. وبعدين بعده كده بثلاث سنوات تم في إصابة تانية في البطين الأيمن، وبعدها في بداية القرن العشرين تم تجميع تقريبا 124 حالة، نسبة الوفاة فيهم في الوقت ده بلغت 60%. ليه؟ لأنه كانت التعامل مع هذه الإصابة صعبة جدا، بعكس ما نتعامل معها اليوم بالنسبة لأمراض القلب. نجد مثلا هنا مريض مصاب، المريض هنا مصاب بسكينة، سكينة طويلة أصابت اللي هو البطين الأيمن في اللي هو الرايت فينتركل، إصابة شديدة، وكانت كمان أصابت هنا الدافرام أو الحجاب الحاجز اللي هو موجود في طبعا بالمودرن تكنولوجي اللي موجود حاليا نستطيع ان احنا نوقف القلب تماما عن طريق استخدام الهارت لانج ماشين او ماكينه القلب الصناعي، ونستطيع عن طريق هذه الماكينه ان احنا نتعامل مع اي اصابات ونتم توقيف القلب تماما حتى يستطيع الجراح ان هو يتعامل مع هذه الاصابه ويعالجها بشكل امن ومامون، وبالتالي بتتحسن النتيجه، وصلت نسبه النجاح 97%. بدأت جراحات القلب في بداية القرن الماضي ضعيفة، لغاية ما بدأ يحصل بريك ثرو أو في تقدم كبير جدا في التكنولوجيا في القلب، من بدايتها لما دكتور ليل هاي بدأ يخترع منظم القلب، أول منظم قلب صناعي. وكان للأسف في بداية المنظم لما بدأ كان في أحد المرضى قامت صعقة كهربية، وكان موجود للمريض موصل بالمنظم، وتوفى المريض في الحال لأنه كان المنظم في الوقت ده غير المنظمات الحديثة اللي هي مركبة للمرضى. وبعدين كانت المشكلة الكبيرة لأن عشان يتم جراحات القلب للأطفال بنحتاج تحويل مجرى الدم، فكان البداية بيتم استخدام الأباء، يجي الأب وعن طريق حاجة اسمها كروس سيركوليشن ننقل الدم من الوريد للوريد ومن الشريان للشريان، ودي كانت البداية في بداية القرن الماضي. النتائج كانت مخيبة، كانت نسبة الوفاة وصلت الوقت ده 200%، لأن كانت النتيجة أن الأب والابن توفهم لأنه ما كانش فيه مودرن تكنولوجي. وبعد كده بدأ يحصل تحسن شديد لما ده اللي هو الكروس كنترول سيركوليشن، ماكينة بتوصل المريض الدم من الوريد للوريد، من وريد الأب للأب ومن شريان الأب للأب، لكن كانت النتائج يعني غير مبشرة.
لما بدأ في سنة 1954 بدأ ثورة في جراحات القلب باختراع what is called heart lung machine. دكتور جون جيبون اخترع الهارت لانج ماشين، ديت أول صورة لماكينة القلب الصناعي اللي هي يتم عن طريقها تحويل مجرى الدم إلى مصدر خارجي يقوم بوظيفة القلب والرئتين أثناء جراحات القلب. وفي البداية لما استخدموا هذه الماكينة للأسف 5 من 6 مرضى ماتهم، وبعدين بدأ يحصل تقدم في سنة 55 لما بدأ دكتور كيركلين يستخدم هذه في الميو كلينيك وبدأ يستخدموها. كان جزء كبير جداً من العمليات في الوقت ده بعد تخدير المريض كان لابد من تبريده عشان نقدر نوقف القلب ويقوم بعمليات التبريد. فكان بعد ما يخدروا المريض يتم وضع المريض في صندوق كبير من التلج بحيث إن هو يتم توقيف القلب عشان الجراح يقدر يقوم بعملية القلب، وبعدين يبدأوا يسخنوا المريض مرة تانية. طريقة بدائية جداً لكن أثمرت في هذا الوقت عن إجراء بعض النجاحات في جراحات القلب. لكن لما ننظر لماكينة القلب الصناعي اللي هو الهارت لانج ماشين، ديت المودرن أو ديجيتال ديت هارت لانج ماشين، ديت الماشين مركبة من 5 رؤوس فيها كل المونيتورينج. المونيتورينج شامل ما يخص كمية الدم اللي تدخل المريض وإزاي إن هو بنتم في التحكم في كمية الدم اللي تدخل وتخرج من المريض، بالإضافة إلى أن الماكينة مزودة بهيتر كولر. هذا الهيتر كولر وظيفته أن احنا نقوم بعملية التبريد والتسخين عن طريق استخدام خراطيم الدم دون الحاجة إلى موضوع اللي هو صندوق التلج، ومزودة في نفس الوقت مصدر خارجي للأكسجين بحيث أنها تجيب للمريض كوظيفة للرئتين. هذه ماكينة القلب الصناعي طبعا يتم التحكم فيها عن طريق أحد التكنيشنز بنسميه بيرفيوجنست. هذا البيرفيوجنست هو مسؤول عن بيتم جلوسه خلف جراح القلب يتحكم في كمية القلب اللي هي تدخل لي كمية الدم المؤكسد وغير المؤكسد اللي بيتم دخولها إلى المريض بحيث إن هو نحافظ على المريض ما يحصلوش أي مشاكل بعد العملية وتقوم بنجاح. طبعا كانت مشكلة كبيرة تانية بالنسبة للتخدير، وهي انه كان في هذا الوقت كان بس ما كانش في الفنتيليتورز المقام حاليا ولا التكنولوجي الرهيب اللي موجود بعد كده في الانستيزيا. كان يدوب اللي يوعى فينا على الايثير والكلوروفورم، هم دول اللي كانوا في بدايه القرن 19. لكن مع التقدم الحديث توداي النهارده نقدر نقوم بعمليه القلب والمريض صاحي. يعني ده احد المرضى صاحي تماما عن طريق حاجه اسمها هاي ثراسك بيديورال بلوك. نقدر نسوي الكانيوليشن اللي هو نقوم بعملية اللي هو تحويل الدم للدورة الدموية، نوصل الدم لماكينة القلب الصناعي والمريض صاحي تماما ومدرك تماما لكل اللي حواليه دون الشعور بأي ألم. وليس فقط في ان احنا بس بموضوع الكانيوليشن، لا كمان نستطيع ان احنا نقوم فيها بكل العمليات القلب العادية. هنا طبعا بيتم وضع تلج برضو حوالين القلب نفسه عشان نضمن توقف القلب تماما أثناء العملية، وإنه لما القلب ننتهي من العملية نضمن إن عضلة القلب ترجع بتشتغل بكفاءة عالية دون حدوث أي مشاكل للمريض أو لعضلة القلب نفسها. فتقدم في التخدير ساعد كتير في التقدم في جراحات القلب. لو نظرنا إلى بدايات وتاريخ جراحات الشرايين التاجية وجراحات اللي هي الذبحة الصدرية وهي منتشرة كثير في المجتمع في المملكة، الجراحات دي بدأت في الأول كانت المشكلة الكبيرة إزاي نتشخص هذه الأمراض. فكانت بدأت الأول كلنا نعرف أو نسمع اليوم عن ما يسمى قسطرة القلب. دي لم تكن بوضعها الحالي لكن بدأت عن طريق دكتور ألماني فورسمان. بدأ في القرن الماضي إن هو يجرب إزاي إن أنا هل أقدر أصور القلب، فقال إنه أفضل حل إن أنا أجرب على نفسي. ففعلا بدأ حط قسطرة داخل الوريد وخلى الممرضة تمسك المراية قصاد الأشعة بحيث إن هو قدر فعلا يدخل القسطرة جوه ناحية القلب، وقدر وده كان أول تصوير لشرايين القلب عن طريق اللي هو الراديولوجي. وهذا التطور بعد كده كان هو البداية للمودرن دي تكنولوجي اللي بنسميه كروناري أنجيوغرافي
أو قسطرة القلب إلا عن طريقها نقدر نشخص إذا كان فعلا يوجد تضيق في شرايين القلب، وهل التضيق ده نسبته هل تستحق الجراحة أو لا تستحق، كم شريان مسدودين وكم يغذي عضلة القلب من هذه الشرايين، وهل هذه الشرايين يمكن تصلحها بالجراحة ولا تحتاج دعامات مرة تانية. ودي كانت البداية. في بداية الجراحات في القرن الماضي دكتور فاينبرج حاول أن هو يزرع الشريان الثدي أو الممري أرتري، فللأسف زرعه داخل تانل أو جوه نفق جوه عضلة القلب، وهذا التانل أدى إلى بعض النتائج لكن النتائج بطيئة، أن هي تدي دم لعضلة القلب اللي هي حصل فيها الانفاركشن أو الاحتشام، لكن طبعا ما كانتش نتائجها مبهرة. لكن جي بعد كده دكتور فافالورو بدأ فعلا بدايات جراحات القلب المفتوح لزرع الشرايين التاجية اللي بتتم عن طريق المودرن دي تكنولوجي. إزاي بيتم هذه الجراحات؟ الجراحة القلب أو بنسميها الكابيج أو عملية زراعة الشرايين بتتم عن طريق أخذ أحد الشريان بنسميه الماماري أرتري من السبكليبيان، نوصله وهو متصل بالشريان إلى الشريان الـ LAD أو القلب الأمامي اللي هو أهم شريان في عضلة القلب بعد منطقة الانسداد، وممكن كمان نزرع اثنين شريان لو خدنا من الرجل المريض اللي هو السفنس فين او من دراعه الريديال ارتري. ففي المودرن دي تكنولوجي الكونفنشنال كوروناري باي باس بتتم بهذه الطريقه. بتتم الجراحه الاول عن طريق الكونفنشنال، اللي احنا الاول لازم نوصل للقلب، فكانت المشكله الكبيره ازاي ان احنا نتوصل الى عضله القلب، ازاي نوصل للقلب نفسه. فبيتم عن طريق أول وأهم انسجن كان بيسموه ميديان استرنوتومي، وهو الفتحة من الشق الأمامي للصدر في منتصف الصدر تماما، وبعدين بعد كده بنعمل دايسكشن للأنسجة اللي هي لغاية ما نوصل لعظمة القص الأمامية أو الاسترنم، وبنحدد في النص العظمة بالضبط، وبعدين بنبدأ عن طريق استرنال سو منشار خاص، إن هو هذا المنشار يقوم لأنها very strong bone إن هو to cut the bone exactly in the midline، وبحيث إن هو نضمن إن إحنا وصلنا للقلب من غير ما يحصل أي مشاكل للكده. وبعدين بندخل what is retractor، الشيست retractor ده أو المبعد بيحاول إن هو بيبعد العظمتين عن بعض، مجرد ما يتم فتح المبعد بيتم في الحالة دي الوصول للقلب. عشان نوصل لعضلة القلب لابد من تحويل مجرى الدم إلى خارج الدورة الدموية، فبيتم الأول عن طريق اللي هو لابد من وضع داخل الشريان الأورطي اللي هو الشريان الأورطي الرئيسي كانيولا، فبنسميه كانيوليشن. الكانيولا دي وظيفتها أنها تتوصل بالهارت لانج ماشين عشان توصل الدم المؤكسد إلى الهارت، وفي نفس الوقت بعد ما بنوصل الكانيولا نلاحظ هنا حركة اللي هو يوجد اللي هو التيوبينج زيت دي الخراطيم اللي هي يتم توصيلها الى ماكينه القلب الصناعي. طبعا ميك شور ان ما يكونش فيها اير، لان لو دخل فيها هواء الهواء ده طبعا بيؤدي الى قدر الله غيبوبه بعد العمليه. وبعدين بيتم عن طريق انذر كانولا بنحطها جوه الاوزين الايمن، الدافع وظيفته ان بياخد الدم غير المؤكسد يوصله الى كانولا توصل لماكينه القلب الصناعي تقوم بعمليه الاكسده ويرجع تاني للشريان الاورطي، وبالتالي نقدر نتوقف القلب، نقدر نفتح القلب، نغير شرايين، نزرع صمامات، نصلح عيوب الخلقية في داخل القلب دون حدوث نزيف وبنفس الوقت بكفاءة عالية جدا. بعد ما بنخلص الفتحة وبنخلص لما ننتهي تماما بالعملية لابد من إغلاق هذه العظمة، وده طبعا يكمنها very strong bone. لابد الأول إن احنا بنستخدم نوع معين من الخيوط، هذا الخيط يسمى ستانلي ستيل سوتشر طبعا لان ستانلي ستيل بون لان اتس فيري سترونج بون، والبون لابد يعني تو بي كلوزد لازم تكون يعني مضمون لا ينفع فيها الخيط العادي، فبنستخدم الستانلي ستيل. الستانلي ستيل طبعا ده بيتم في الغالب بناخد فور سوتشرز، الفور سوتشرز دول بيضمنوا لنا انه يتم غلق البون بطريقه طيبه. في نهايه في يعني في بدايه القرن او نهايه القرن الماضي في البايونيرز دكتور بينيتي اند دكتور بافالو قالوا طيب احنا وي كان دو ذا سيم اوبريشن والقلب شغال، ليه نعمل التحويل لمجرى الدم؟ فبداوا يفكروا في حاجه اسمها اوف بامب كاردياك سيرجري. المقصود بالاوف بامب كاردياك سيرجري ببساطه ان انا هشتغل على الهارت والهارت شغال. فده مثال انيميشن بيوضح
This is the area إن فيها محتاجين فيها عملية زرع القلب. بيتم تثبيت القلب وبعدين دي المنطقة اللي بيتم فيها الزرع، وعن طريق التثبيت هذا بيمكن للجراح إن هو operate while the patient heart is beating. فبالتالي نقدر منها بدأت الأول بزرع أهم شريان اللي هو ال LED أو الليمة تو LED، وده شريان مهم جدا. هنا if we notice نلاحظ هنا إن القلب شغال تماما، وإن إحنا دي المنطقة هنا اللي بيتم فيها الجراحة نفسها، وبيتم في نفس الوقت عملية البايباس أو زرع الشريان دون توقف للقلب أو تحويله على مجرى القلب الصناعي. ممكن كمان نفس التكنيك نستخدمه في العمليات اللي هو الأوبتيوز مارجن البرانش اللي هو موجود على اللاترال وول أوف ذا هارت، وكان دو نفس عملية الزرع. وأحيانا في بعض الشرايين الصعبة زي اللي هي موجودة على الشريان الأمامي، هنا نستطيع نقلب الهارت ناحية رأس المريض، لأنه الشريان الأمامي موجود على الأندر سيرفيس أو على سطح الهارت، موجود ناحية الحجاب الحاجز أو الدفرام، وبيتم تثبيت بنفس الطريقة. لو لاحظنا هنا أنه القلب نفسه شغال، لكن بيتم عن طريق الزرع الشريان أو البايباس بطريقة مأمونة دون توقف لعضلة القلب، ودي طبعا جابت نتيجة كويسة. وبعدين بدأ بعد كده لاحظنا أنه المرضى اللي بيتم زرع الشرايين في سن صغيرة بيحصل انسداد للشرايين بعد فترة بسيطة لأنه بيستخدم الوريد، فبدأ يبقى فيه اتجاه جديد في جراحات القلب اللي بنسميه Total Arterial Revascularization، إن إحنا بدل ما نزرع شريان وأوردة من الساق المريض لا، يتم زرع شرايين كاملة. فبدأنا نستخدم الرايت انترنال ميموري والليفت انترنال ميموري، ودول من شريان الثدي، وكذلك نستخدم اللي هو الريديال ارتري اللي هو الشريان اللي بيغذي الذراع المريض. وبعد كده مع التقدم كمان اللي حاصل في جراحات القلب في استخدام الشريان، هنا نلاحظ ان في استخدام للميموري ارتري، وده مهم جدا لانه وانس المريض تم زرع الميموري ارتري بالنسبه له يبقى المريض هيضمن الشريان مفتوح طول العمر، وبالتالي لن يحتاج لعمليات قلب مفتوح بعد كده او يحتاج دعامات في المستقبل. ودي مشكله كانت بتقابل بعض المرضى انه بعد 10 سنين يجد انه الشريان السد ويحتاج دعامه مره تانية. فبدا موضوع الميموري ارتري استخدامه في الناحيتين يحل هذه المشكله ويضمن، بالذات لان احنا حاليا نواجه يجي لنا مرضى في الثلاثينات والاربعينات من العمر يحتاجوا عمليات زرع الشرايين. قبل كده كانت هذه العمليات تجرى فقط في المرضى فوق السبعين. بعد كده طبعا كانت المشكله مع الكارديولوجي ان المريض كانت انسيجن كبيره، انسيجن في التشست وانسيجن في رجله وانسيجن في ايده، فبدا زمايلنا في الكارديولوجيست يتجهوا الى اتجاه ان احنا طيب وانتوا ليه بتؤذوا المرضى ما نعمل عمليه الدعامات. فخلانا ان احنا نتجه اللي احنا نطور في نفسنا، فبدانا نعمل وات از كولد ميت كاب مينيمالي انفيزيف دايركت كورونري ارتري باي باس. انا بدل ما نفتح الصدر تماما من الامام سبيشالي لو هي فيميل او امراه، ويعني موضوع فتح الصدر من الامام يمكن ان يمثل لها اي مشكله، بدانا نفتح فتحه صغيره من الجنب، وعن طريق هذه الفتحه الصغيره نستطيع نفس الطريقه نستطيع زرع الشريان بنفس المشكله، وبتبقى في النهايه فتحه صغيره لا تمثل للمريض اي مشكله على المدى الطويل، وبنسميها كوزموتيك، يعني المريض او المريضه يبقى فرحان بالجرح ان هو مش جرح كبير. الميد كاب طبعا يعني كانت الاول بيتم انه هنا نلاحظ ان الانسيجن هنا صغير جدا مقارنه بالانسيجن اللي بيتم عن طريق فتح الصدر، انسيجن لا يتعدى 6 سم، وعن طريقه بنتم عمليه زرع الشرايين بنفس الطريقه. هنا في الحاله الميد كاب كنا نشتغل الاوف بامب، يعني بنوبريت ونعمل باي باس وفي نفس الوقت الهارت اوف ذا بيشنت از اوريدي بيتنج وزاوت يوزنج اوف هارت لانج ماشين. مع البروجريس كمان بدانا نطبق تيسيرات. تيسيرات زميلنا احد الشباب السعوديين المحترمين عندنا في الجامعه دكتور فهد المخدوم، بدانا نطبق واتس كولد تيسيرات توتال كورونري ريفاسكولاريزيشن يوزنج انتيريور ثراكوتومي، فتحه صغيره جدا لا تتعدى 5 سم عن طريق الفتحة الأمامية من الصدر. هذه الفتحة بيتم عن طريقها طبعا الفرق بينها وبين الميد كاب إن إحنا لازم نحط المريض على باي باس عن طريق كانيولات في الفيمورال أرتري والفيمورال فين،
وديت بتتعمل بيركوتينيوس يعني بدون انذر انسيجن ثاني. وهنا بنستطيع ان احنا نعمل توصيل لنزرع الميموري ارتري. وبعد ما نزرع الميموري ارتري طبعا هنا الميزه نلاحظ هنا ان الهارت توقف تماما. والميزه توقف الهارت مقارنه بالاوف بامب ان توقف الهارت يدينا الفرصه ان احنا نقدر نقوم بعمليه البايباس بنتيجه بيرفكشن اعلى، لانه انا شايف كويس الهارت مش شغال ستوب، وبالتالي اي كان سي الانستموزيس. انا بكلم حضراتكم على انستموزيس 2 او 3 ملي فيسلز حتى بالعين المجرده لا نستطيع رؤيتها بدقه، وبالتالي الجراح لازم يلبس سيرجيكال بوب. فده التي سيرات. وبعدين بدا يحصل مور ادفانسمنت في التكنيك. كل الادفانسمنت من التكنيك محتاج جراح يكون عنده فكره عن البلاي ستيشن 5 يقدر يشتغل بالروبوت تكنيك. فمع وجود الروبوت تكنيك بدا يحصل في تقدم ان احنا بنسميها توتالي اندوسكوبيك كورونري ارتري باي باس او تو تي كاب، انه وداوت اي ميجور انسيجن فتحه لا تتعدى 1 أو 2 سنتي عن طريقها بيتم استخدام الروبوت. والروبوت بطريقه الروبوت نقدر نعمل هاربستنج للميموري ارتري بنفس الطريقه اللي كنا بنستخدمها في الاوبن تكنيك. ولكن هنا الميزه انه الانسيجن there is no incisions في المريض. طبعا دي جابت نتيجه كويسه. طبعا انا للعلم هذه العمليات جميعها تجرى في المملكه العربيه السعوديه بكفاءه عاليه، وفي بايونيرز موجودين في هذا التخصص في كل هذه الجراحات. هنا بنشوف الانستموزيس. طبعا ميزه الانستموزيس باستخدام الروبوت انه هو يعتبر بيرفكت انستموزيس بين الميموري ارتري وبين العورطه، فبنضمن ان الروبوت بيعمل كاتنج وانستموزيس ات ذا سيم تايم with very high perfection وات ذا سيم تايم الريزلت فيري انكورجينج، والبيشنت بيكون فيري هابي لانه avoiding اي incisions كبيره في المريض. وبالتالي الانذر بروبلم اللي كنا بنواجهها، طيب هاو اباوت الشرايين اللي احنا بناخدها من اليد او من الرجل؟ فكانت الطريقه الاولانيه ان احنا لازم نفتح المريض فتح اليد او الرجل فتحه طويله، وطبعا دي كانت بتسبب وما زالت تسبب احد الازعاج كبير لكثير من المرضى خاصه لو هو ميل او فيميل. وعن طريق هذه الطريقة إن إحنا لابد من زرع الشريان، اللي هو ده مثال لأحد المرضى. زراع المرضى بيتم زرع أخذ شريان الزراع على أساس إن إحنا نضمن إنه الشريان الزراع ده هنزرعه له في القلب، وبنضمنه نتيجة تضمن ديورابيليتي عالية من غير ما يحصل استينوزيس. نفس الكلام كان في الرجل، لكن مع المودرن تكنولوجي بدأنا نتوجه باستخدام الإندوسكوب، وبدل ما نفتح يد المريض أو رجل المريض بدأنا نستخدم الاندوسكوبي. فبدأ يبقى فيه اندوسكوبيك فين هارفستنج، وايه ان بتبقى فيري سمول انسيجن لا يتعدى سنتي. هذا الانسيجن عن طريق المنظار نستطيع ان احنا نوصل للريديال ارتري وكات البرانشز اللي هي سايد برانشز عشان ما يحصلش اي بليدنج، وسواء بالكوتري. وبعد كده بنستخدم الارتري وفي النهايه بيكون انسيجن صغير لا يتعدى ال 1 سنتي. نفس الكلام تم تطبيقه على رجل المريض على الساق، لان الحقيقه كانت مشكله الساق يحصل فيها انفكشن بالذات في مرضى الدايبيتس ميليتس، ودي كانت بتمثل لنا مشكله كبيره لو حصل فيها انفكشن سبيشالي في الفيميلز. وعن طريق الاندوسكوب بيتم الهارفستنج للفين تماما بنفس الكفاءه اللي بيتم بيها الهارفستنج بالاوبن تكنيك، لكن على الاقل استفدنا انه there is no incision there is no infection. وبالتالي حصل تطور في الانسيجنز في الكبج على مر التاريخ، من الستاندرد انسيجن لسمول انسيجن عن طريق الميديان استرنوتومي بارشال استرنوتومي، الى الانسيجن الحالي اللي هو لا يتعدى 6 سنتي على الليفت او الرايت سايد اوف ذا بيشنت. ودي كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لكثير من المرضى. وكان انتهينا ان بدل ما يبقى رجل المريضه كلها مفتوحه بهذا الشكل، انتهت ان يدوب 1 سنتيمتر بس هو الفرق بين الهيستوري القديم وبين الفتحه الجديده عن طريق المنظار. ودي كانت مشجعه على الاقل ان احنا دلوقتي، وكان ارجو مع زمايلنا في الكارديولوجي، لان الكارديولوجي يقول للمريض هيفتحوا صدرك ويعملوا لك العمليه، فكان في ارجو بيننا وبينهم، هل هي الكابج اللي هي الاوبن هارت احسن ولا البايباس احسن؟
وحصل ارجومنت كبير بين الكارديولوجي وما زال بين الكارديولوجي والكاردياك سيرجري. انتهى هذا الارجومنت للاسف بفوز الكارديولوجيست، لانه بقى ده اللي انتهى جراحين القلب في النهايه بعد السكه ما كانت مفتوحه تمام والحالات سهله. بقى بناخد من وراء الكارديولوجي الحالات الكومبليكيتد الكومبلكس اناتومي وكومبلكس باثولوجي وكوموربيد ديزيز. المشكله الثانيه اللي هي مشكله اللي هو المرضى اللي لا يتم علاجهم في موضوع الشرايين التاجيه او يجي لهم هارت فيلير. والهارت فيلير مشكله كبيره حضراتكم لكم ان تتخيلوا انه سنويا فقط، والرقم ده مهم في المملكه في الولايات المتحده الامريكيه، كل سنه 1,000,000 حاله جديده من الهارت فيلير فقط وسط 350 مليون من البشر. فما بالنا لو حسبنا العالم كله بملياراته كم مريض سنويا بيحتاج موضوع التدخل العلاجي او الدوائي او الجراحي للهارت فيلير او هبوط القلب. طبعا كان التدخل الجراحي للهارت فيلير كان بيشمل اهم تقدم حصل في التاريخ، هو تقدم في الهارت ترانسبلانتيشن او عمليات زراعات القلب اللي هو بدات بدكتور كريستيان برنارد سنه 67. دكتور كريستيان برنارد هو اول جراح قام بعمليه زراعه قلب في عضلت في سنه 67، والمريض عاش بعدها فتره طويله، ودي كانت احد النجاحات. بيتم عمليه الزراعات القلب اللي هو الهارت ترانسبلانت بعد ما بناخد من الدونر يعني احد المرضى المتوفين حديثا، بنشوف وهنا طبعا المريض اللي هو يتم زراعه القلب له الصدر فاضي تماما بعد ما شلنا القلب اللي هو المريض، وبعدين بنبدا نقوم بعمليه تجهيز للقلب اللي هو هيتم فيه زرع القلب الجديد. بتتم بستيبز، بنبدا الاول من الليفت اتريوم وبعدين نوصل الشريان الرئوي او البلمونري ارتري، وبعدين نوصل الاورطه بالاورطه بتاع المريض، وبعدين ناخد بعد كده مع التقدم بالجراحه نبدا نوصل بالاذين الايمن، وبعدين نوصل للنقطه الاخيره اللي هو السوبيرو فينا كابا والانفيرو فينا كابا، ومع نطمن بعد كده نطلع الاير من الهارت تماما. وفي الحاله ديت بنضمن ان بعد ما يتم عمليه الزرع تماما نتاكد ان القلب يبدا شغال، بنشيل الكروس كلام وبعدين نبدا الهارت يبمب اجين بعد ما نديله الكتريكال شوت، يبدا عمليه الهارت ترانسبلانت في ده نيو هارت اللي تم في المريض. بدات الاول في الجراحات في الكبار، دي احد الصورة الشهيرة على تاريخ البشرية في احد الجراحين في بولند قعد 23 ساعة يقوم بعملية زرع قلب المريض، وطبعا هنا قاعد في العمليات بيتابعه، ولان طبعا المودرن دي تكنولوجي اللي موجود ما كانش فيه مونيتورنج زي اللي موجود حاليا، ومن كتر شدة التعب نلاحظ ان المساعد او المساعدة سقط على الارض من شدة الاعياء لانه كانت الوقت ده العمليات مجهدة تماما. لغاية سنة 1984 بدأ يتم في زراعات القلب في الأطفال، وزراعات القلب في الأطفال طبعا مثلت ثورة في عملية جراحات القلب الأطفال، لأن زي ما نعلم أن العيوب الخلقية في الأطفال بتمثل نسبة كبيرة، وكثير من هؤلاء الأطفال لا يصلح لهم في نسبة كبيرة إلا عملية زرع القلب، وبالتالي زرع القلب في الأطفال بيتم بنفس البرينسيبلز بتاعة زرع القلب الصغار. ده احد القلب احد الاطفال المتوفين كلينيكيا حديثا، بيتم بعد اخذ القلب بيتم تبريده بطريقه معينه والحفاظ عليه لغايه ما نوصل للمريض، وبعدين طبعا مع العمليه معقده بالنسبه لموضوع كروس ماتشنج ونفس الفصيله وامور زي كده، وبنفس التسلسل اللي بيتم في الكبار بيتم بالتسلسل اللي هو بزرع بالاذين الايمن وبعدين الاذين الايسر الشريان الرئوي والبلمونر ارتري وبعدين الشريان الاورتي وبعدين الاذين الايمن. وهنا الجزء الاخير ده ممكن نعمله على بيباص، فنلاحظ هنا لان الجزء الايمن ممكن نحط سنير على الكانولا ونشتغل والهارت شغال في المنطقه ديت لغايه ما تتم عمليه الزرع بنجاح، وبالتالي دي لقت نجاح كبير جدا. لكن كانت المشكله وما زالت وستظل هو الافيلابيليتي، لان احنا لو قلنا عندنا 1,000,000 مريض كل سنه لا يوجد عندنا 1,000,000 متبرع بالقلب كل سنه، لان زراعه القلب غير زراعه الاعضاء الاخرى. زراعه الكلى ممكن اخدها من متبرع حي، لكن زراعه القلب لابد من اخذها من متوفى حديثا. فبالتالي بدا حاليا يتم جينيتك انجينيرنج
فبدأوا يفكروا في الأنيمالز. أقرب الأنيمالز أناتوميكالي للإنسان هو الخنزير، وبالتالي بدأ فعلا جينيتيكالي إنجينيرينج. هذا العام بدأ مع الجينيتيكالي إنجينيرينج في أمريكا، تم زراعة أول قلب خنزير لإنسان حي، وتمت العملية في بداية هذا السنة من حوالي 4 أو 5 شهور. ده القلب اللي هو النيو بيج، اللي هو بعد طبعا ما تم معالجته جينيتيكالي عشان نضمن ان هو ما يحصلش ريجكشن وانه كان ستاي فور لونج تايم، ونجحت العمليه فعلا. لكن المريض توفى بعد 2 شهر تماما لاسباب كتيره لا داعي لذكرها الان. طب ايه المشكله؟ ما ستيل ما حلناش المشكله. فبدا في مرضى كتير بيموتوا في الويتنج ليست، وهؤلاء المرضى أثناء وفاتهم في موضوع الويتنج ليست والقائمة الانتظار، بدأ يتم التفكير في نيو تكنولوجي اللي بنسميها ليفت فنتريكولار أسيست ديفايس، إن إحنا نستخدم ماشين. الليفت فنتريكولار أسيست ديفايس ماشين بنزرعها جوه القلب. الفكرة في الماشين إن الهارت هنا أو الليفت فنتريكل هنا is very sick وما يقدرش يتحمل. في الحالة دي بنزرع ماشين، وهذه الماشين بتاخد الهارت البلد كله من الليفت فنتريكل، وهي بتقوم الماشين بعد ما نزرعها داخل الليفت فنتريكل بنقوم بتحويل الدم. بعد ما نحط سبيشال ماشين اسمها ليفت فنتريكولار اسيست ديفايس، تستخدم للمرضى اللي عندهم هبوط في الناحيه الشمال من اليسار من القلب، ويتم توصيل الدم الى الشريان الاورطي، وبالتالي نضمن ان المريض يقدر يعيش بهذه الماشين لغايه ما يجي له قلب. او اكتشفنا لحسن الحظ ان الماشين دي كانت تعتبر فاينل ديستنيشن لكثير من المرضى، وان كثير من المرضى تعافى القلب بعد هذه العمليه وحالتهم اتحسنت وبيعيشوا حياتهم بشكل كامل. الماشين في الاول طبعا كانت في حجم الغرفه تقريبا اللي احنا قاعدين فيها، لكن تم مع النيو تكنولوجي والتطور في جراحات القلب بدات النيو ماشين تبقى موجوده في حجم اليد، وديت بيتم زرعها داخل الهارت بدون اي مشاكل. طبعا في المستقبل، وده اللي العلم شغال حاليا، انه نستخدم التكنولوجي والماتيريالز في ان تصنيع توتال ارتفيشال هارت، قلب صناعي كامل، ويتم التخلص من القلب المريض. هذا القلب الصناعي بيشابه ويعني لما خلق الله سبحانه وتعالى في كوظيفه، انه يتم فيه وظائف 4 غرف، غرف للاذين الايمن تاخد دم غير مؤكسد للبروتين الايمن، ومنه الى يتم توجيهه الى ناحيه اليسار عن طريق الاورطه. وديت هو الثوره والتكنولوجي اللي تتم لا تقدم تماما على مشكله زراعات القلب في المستقبل. النقطه الاخيره في البرزنتيشن هو موضوع المشكله الكبيره الثانيه اللي بتواجهنا في المملكه، هي موضوع صمامات القلب. صمامات القلب للاسف مرت بتاريخ طويل من بدايه القرن العشرين. كان الاول بيتم استخدام الفينجر اوف ذا سيرجن، الجراح يستخدم صبعه بس لتوسيع احد الصمامات الضيقه زي الصمام الميترالي، ودي لاقت نجاح كبير الى حد معين. لكن مع الهارت لانج ماشين بدا يتم في سنه 60 بدا زرع اول صمام. مهندس ودكتور ستار وادوارد ستار اخترعوا اول صمام اسمه ستار ادوارد بال. الصمام فكرته زي الكيش دي بول، يسموه كيش دي بول لانه زي الكيش العصفور وبيبقى موجود فيه بول او كره. هذه البول بتقوم مع السيستول، الدم يبعد عن يفتح الصمام، ومع الديستول لما الدم يرجع يقفل الصمام مره ثانيه. وهذا الصمام كان في سنه 60 وما زال ناجح حتى يومنا هذا. بيجي لنا مرضى حتى هذه اللحظه بيتم بنجد فيهم هذا الصمام يعمل بكفاءه عاليه بعد هذا العمر الطويل. لكن حصل تطور رهيب في الصمامات الصناعيه. التطور انه بدا الاول من الكيش دي بول كانت مشكلته انه بيعمل تكسير لكرات الدم، لكن بداوا يخترعوا حاجه اسمها تيلتنج ديسك. لكن في النهايه العلماء فكروا طيب ما احنا نقلد الله سبحانه وتعالى في ان احنا نعمل حاجه زي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، انه نعمل حاجتين تو ليفلتس. التو ليفلتس هنا دول ان هم بالظبط لان الهيومن فالف تو ليفلتس او ثري ليفلتس، فبدا يتم اختيار ميكانيكال فالف. الميكانيكال عندنا تو تايبز من الصمامات، النوع الاولاني المعدني، وميزه هذا الصمام انه يعيش مده طويله توصل ل 300 سنه بدون اي مشاكل طالما المريض بياخد مضاد للتجلط.
الصمام النسيجي، الصمام النسيجي ان هو بيتم اخذه من انيمالز، الانيمالز زي الكاوز وبيسموه بيفاين بيروكارديوم، او من البيجز وبيسميه بورسين فالفز. هذه الصمامات بيتم معالجتها بطريقه معينه، بحيث ان هي الميزه اللي فيها ده ناتشرال تيشو بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وهذا التيشو يشتغل، فالمريض ما كانش بيحتاج فيه انتي كواجوليشن، ودي كانت ساعدتنا كتير جدا في الفيميلز. لو مريضه شابه صغيره على مقبله على الزواج والحمل والخلفه، فبالتالي كان بيتجنبها تماما انها تحتاج مضادات للسيوله، نظرا لما هذه المضادات من مشاكل. لكن كانت مشكله هذا الصمام انه بيعيش فتره ماكسيمم 15 سنه، والمريض يحتاج يغير الصمام بعد كده. فده اللي هو التيشو فالفز. حتى الابروتش نفسه بدا الاول في زراعات الصمامات او استبدال الصمامات بفتحه صغيره. الاول كان ميديان استرنوتومي كبير، ودي كانت مزعجه لكثير من المرضى، فبدانا نعمل سمول انسيجن او جي شيب، يعني فتح جزء بسيط من عظمه القص بدل من الفتحه الكامله. وهذا الجزء كان بيدينا فول اكسس لاحد الصمامات المهمه اللي هو الصمام الاورتي. وهنا نجد ان عن طريق هذه الفتحه الصغيره وكان ريتش لغايه الصمام، نقدر هنا الصمام الاورتي تكلس شديد، هذا الصمام نقدر ان احنا نستبدله بسهوله بهذا الانسجن وبنفس الكفاءه اللي بتتم عن طريق الفتحه الكبيره. وبعدين مع التطور بدانا نفكر في سمولر انسجن كنوع من الكومبيتيشن بيننا وبين الكارديولوجيست، ان احنا نعمل فتحه صغيره برضو على الرايت سايد. هذه الفتحه بتسمح ان انا استطيع ان انا اغير الصمام الاورتي بنفس الكفاءه اللي بعملها بالفتحه الكبيره، لكن مع فتحه اقل وبسبيشال تكنيك استطعنا الوصول الى الصمام الرئيسي اللي هو الصمام الاورتي، لان الصمام الاورتي كان هو اسهل الصمامات ان يتم عن طريقه عمليه المينيمال انفيزيف اورتيك بلب ريبليسمنت. هنا بنشوف الصمام من سمول انسيجن ان يتم الوصول للصمام وعمليه زرع الصمام بنفس الكفاءه. نجد هنا تكلس شديد في الصمام، والتكلس ده عامل ضيق شديد للمريض، واحيانا يؤدي الى الوفاه المفاجئه، فبالتالي بيتم زرع الصمام بفتحه اصغر. وبعدين مع التقدم الاكبر بدا يتم انذر تكنيك، ان احنا نوصل كمان لنفس الفتحه من اليمين، فتحه اصغر واصغر كمان، وبدانا نقلل في الانسجن على اساس ان احنا نضمن بنتيجه مهمه ان يتم زرع الصمام بكفاءه عاليه، وفي نفس الوقت تكون المريض النتيجه مرضيه للمريض. وكانت بدات هذه القصه مع الصمام الاورتي، لانه هو المشاكل الكثيره اللي بنشوفها في المملكه هو الصمام الاورتي وتكلس الصمام الاورتي، ودي بنشوفها في نسبه كبيره جدا من المرضى. وفي هذه الطريقه عن طريق فتحه صغيره جدا على الجانب الايمن بين الضلوع يتم فتح الوصول للقلب وزرع الصمام. لكن بدا يبقى في ثوره اكثر مع التكنولوجي الجديد، بدا يبقى في ثوره اعلى واكبر، وهو ان جينا مرضى فوق السبعين ومحتاجين تغيير الصمام، لكنه لا يتحمل الهارت رانج ماشين والبايباس فتره طويله. فبدانا نستخدم حاجه اسمها سوتشر ليس فالف، انه بدل ما نخيط الصمام بدانا نستخدم حاجه اسمها سوتشر ليس فالف، يعني صمام بدون غرز. وهذا الصمام طريقته بيتم عن طريق فتحه صغيره في جدار الصدر، وبعدين بنعمل الاول قياس لمقاس حلقه الصمام او الانيولوس اوف ذا فالف، ونضمن لانه الصمامات طبعا كل مريض وحجمه بيختلف من صمام من مريض اخر. زي ما لاحظ هنا ان الصمام له ستراتس او سبورت، الصمام هنا بيعمل له كرامبنج او كولابس من الصمام، بحيث ان عن طريق الفتحه الصغيره اللي احنا عملناها في الشريان نقدر ان احنا نعمل امبلانتيشن للصمام جوه الانسايد الهارت او جوه البروتين الايسر في عند مكان الصمام الاورتي. لما نلاحظ هنا انه الصمام تم الامبلانتيشن بنسحب جرادولي، وبعدين بنجد الصمام بيكسباند، ومع هذا الاكسبانشن الاستراتس او السبورت ديت بتعمل له سبورت الوول، وبعدين نعمل بالون دايليتيشن، بحيث انه البالون لما تبقى دايليتد بتضمن ان الصمام بقى في مكانه سبورتنج الهارت ويشتغل بكفاءه عاليه. وبعدين حصلت طبعا مور تكنولوجي ومور تقدم، بدا يحصل التوتالي اندسكوبيك، ان احنا نغير الصمام بدون اي جروح غير فتحه 2 او 3 سم
في اللي هو بيسميها بالروبوتك سيرجري، وهذه الطريقة تمت بكفاءة وتتم بكفاءة عالية داخل المملكة حاليا مش بره بس، انه بنفس الطريقة وبنفس التكنيك بيتم عملية الزرع الصمامات باستخدام الروبوت. You can see هنا الروبوت الجراح هو بعيد خالص عن المريض، لا يستخدم غير اللي هو الروبوت، يعني محتاج زي ما قلت لحضراتكم يكون بس يعني شاطر في البلاي ستيشن. وهنا بيتم عن طريقة زرع الصمام بنفس الطريقة عن طريق فتحات بسيطة كل فتحة 1 سنتي، لغاية ما حدث الثورة الأعظم في جراحات الصمام الأورطي. ودي المشكلة اللي بتقابلنا دلوقتي بقى أجدادنا حاليا، ودي نسبة عالية جدا في كبار المرضى في المملكة العربية السعودية. مريض كبير، جدي أو جدتي سنه فوق 80، لا يستطيع أنه يتحمل جراحة على الإطلاق، وبالتالي لا يتحمل عملية تغيير الصمام، وبيحصل تكلس شديد في الصمام الأورطي. فبدأنا نعمل تغيير للصمام عن طريق الجلد بدون أي فتحة على الإطلاق، بدون بايباس، بدون أي جرح على الإطلاق، عن طريق الأسطرة ندخل الصمام، وده بنسميه تافي أو ترانسكوتينيوس أورتيك فالف إمبلانتيشن أو ترانسكوتينيوس أورتيك فالف ريبليسمنت. وهنا بيتم الفالف أو الصمام بيتم وضعه داخل الأورطة، وبنسيب طبعا الصمام الطبيعي موجود، بس بنعمل بالون دايليتيشن وبيعمل امبلانتيشن للفالف بدون ما نعرض المريض اللي هو فيري سيك بيشنت لانذر سيرجري. نفس الكلام مع البروجريس بدا يتطبق على الصمام الاصعب، وهو الصمام الميترالي. والصمام الميترالي الوصول له اصعب بكثير من الصمام الاورطي، فبدانا نستخدم وما زلنا بنستخدم هذه التكنيك في مستشفيات وفي كل المستشفيات، مينيمال انفيزيف ميترال فالف ريبليسمنت عن طريق فيمورال كانيوليشن، وبعدين نوصل للهارت ويقدر يوصلنا للصمام الميترالي اللي هو كان في الاول لابد من فتحه طويله وكبيره جدا عشان نوصل لهذا الصمام، فبالتالي وصلنا له بالمينيمال انفيزيف. وهنا في الحاله دي وكان ريبير او نصلح الصمام او نعمل ريبليسمنت او تغيير للصمام بنفس الكفاءه. مع تقدم التكنولوجي والثوره اللي حصلت في التكنولوجيا، لا حاليا المستقبل دلوقتي بدا يتكلم، الحاضر والمستقبل حاليا بيتم استبدال الصمام الميترالي عن طريق برضو نفس الكلام الأسطرة، عن طريق الجلد بدون جراحات على الإطلاق، والمريض يعني بدون أي جرح، وعن طريق الأسطرة بيتم زرع الصمام الميترالي مكان الصمام اللي هو not functioning بنفس الطريقة والكفاءة اللي يتم فيها زرع الصمام الأورطي. ودي جابت نتائج مبشرة، وأعتقد ده هيكون المستقبل في زراعات الصمام. كانت المشكله الاكبر في الصمام اللي هو الترايكاسبيد فالف او الصمام ثلاثي الشرفات، والغالب الصمام ثلاثي الشرفات ده بيتم اصلاحه، نادرا ما بنتم عمليه زرع ان احنا نعمل له زرع. فبدانا نعمل له تصليح عن طريق بند اسمها كارديو بند سيستم، ودي برضو بتتم عن طريق الاسطره، ودي برضو جابت نتيجه كويسه. واخيرا بدأ نحط اللي هو حاجه اسمها تريك فالف، ان احيانا الصمام هنا الثلاث شرفات ما نقدرش نعمل زرع للصمام نفسه، فبدانا نعمل عمليه زرع للصمام بطريقه عن طريق الاسطره في السوبيريور فينا كافا والصمام في الانفيريور فينا كافا. ودي تمت السنه دي اول مره تتم في المملكه عندنا في السعوديه في مستشفى الملك فهد، ودي تمت فعلا بأول تيم، أول حالة تمت شاردة بنجاح شديد. طيب المستقبل عن جراحة القلب، المستقبل حاليا بيتكلم على الموليكولار بيولوجي، والموليكولار بيولوجي إن هو بيتم نوع معين من معالجة الشرايين بحيث إن احنا نضمن إنه الشرايين الديزيز ذا هارت يتم معالجتها بشكل سليم، وبدون المريض ما يحتاج أساسا لأي نوع من أنواع القلب. المستقبل اوريدي بدا مع احد الاطباء السعوديين البارعين في امريكا الدكتور هاني نجم. طفل تم تشخيصه داخل جنين داخل بطن الام وهو جنين في الشهر السادس، انه هذا الطفل عنده ورم في القلب ولابد من اجراء جراحه القلب للطفل داخل الرحم بدون الولاده، لانه لو انتظرنا الى الولاده الضغط على الشريان الضغط على البطين الايسر هيؤدي الى وفاه المريض. تم فعلا الدكتور هاني نجم احد البايونيرز في جراحات القلب سعودي، وتم فعلا زرع اجراء العمليه
بكفاءه شديده، وهنا الام بتولد الطفل ونجحت العمليه والطفل بعد ما اتولد. دكتور هاني نجم طبعا من البايونيرز، هذا الطفل طبعا كانت المشكله ازاي ان هو يوصله لاي في اكسس، ازاي هيوصلوا له التخدير، ما نقدرش نوصل للبلاسينتا او المشيم عشان نغذي الطفل، فلابد من توصيل لاين عشان نضمن ان الطفل يوصل له الدم بطريقه سيف. ودي لايف بيكتشر للمريض وهو بيتخدر، وبعدين صوره للعمليه وتم زراعه القلب. طبعا الدكتور هاني نجم من البايونيرز في جراحات القلب وفخر للسعوديه. والدكتور هاني الحقيقه لا يمثل لوحده، لكن عندنا كوكبه من العلماء السعوديين على راسهم استاذنا الدكتور زهير الحليس، اللي هو بيعتبر بحق فخر العرب في جراحات القلب واسطوره من اسطوره جراحه القلب على مستوى المملكه وعلى مستوى العالم كله. ودكتور زهير طبعا معروف باعماله في مستشفى الملك فيصل التخصصي وبعثاته لليمن والافريقيا والمغرب وموريتانيا وانشائه لمراكز متعدده في جراحات القلب، وهو فخر لنا جميعا كعرب وكمملكه. واخيرا بدا كمان في التكنولوجي، يبقى في كلام عن الستيم ثيرابي، وده الثوره اللي بتتم حاليا، انه للاسف عضله القلب وانس ان حصل فيها الاحتشاء لا يمكن اصلاح عضله القلب، فبدا مع علاج الستيم ثيرابي، وده المستقبل فيها ان نستطيع عن طريق العلاج الخلايا الجذعيه ان ترجع عضله القلب تشتغل تاني دون التدخل بالقسطره او بالجراحات. بل بالعكس بدا يحصل ثوره اخرى وتحصل في المستقبل، وهو تصميم تيشو انجينير دو جروينج فالفز، صمامات تكبر مع الطفل. يعني صمام لو الطفل تم زرع صمام له وهو صغير، هذه الصمامات يتم زرعها مع المريض وإتس جروينج مع المريض وتعيش فترة طويلة، مش ال 15 سنة اللي قلنا عليهم في الآخر. وأخيرا أنه يعني نتذكر هذا الوجه الطيب، دكتور فهد المخدوم زميلنا. دكتور فهد يمثل أحد يعني استثمار المملكة في شبابها الصاعد الواعد، وتذكروا هذا الاسم جيدا لأنه قريبا في السنوات القادمة دكتور فهد كأستاذ مساعد واستشاري جراحات القلب في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل هيمثل الاستثمار الحقيقي لأولادنا في مستقبل جراحات القلب في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة. عماد، شكرا دكتور ياسر الغنيمي على هذه المحاضرة، ونترك الآن المجال للأخوة من لديه أي سؤال أو استفسار، ويفضل أن تكون مختصرة ومركزة حتى يتم الإجابة عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا دكتور ياسر، شكرا ابو علي على الاستضافه، وصدق ان اليوم دخلنا معكم في غرفه العمليات وشفنا شغلات ما كنا نشوفها. يعني اولا نقول سبحان الله العظيم اللي علم الانسان واللي نشوفه امامنا. عجبتني كلمه كنت رددها، اصبح اكثر كفاءه ونفس الكفاءه، هذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طبعا انا النقطه اللي انا تهويني، القلب اذا صار عباره عن جهاز قطعه يعني معدنيه اللي هو اخر يعني او توقعون الوصول له. انا يعني حضرت دوره في مركز هارت مارت ويتكلم عن يعني لهم 30 سنه يبحثون في موضوع علاقه القلب مع المخ. Yes. وكيف ان القلب هو يتحكم المشاعر وهو اللي يعني يتحكم هو المسيطر. طبعا احنا نعرف عندنا ان القلب هو كما هو مذكور في القران. الان اذا كان القلب يتحول الى قطعه حديد جهاز يعني اوتوماتيك ولا ايش اللي بيصير يعني كيف يكون؟ سؤال صعب بصراحه، سؤال صعب. شكرا جزيلا على السؤال، بس سؤال صعب. شكرا يا ابو شرف. طبعا انا بكلم حضرتك، هو ستيل يعني طبعا هي اكسبيرمنت وستيل لسه ما اتطبقتش، يعني اتطبق جزء منها الى حد ما، لكن ما خدتش بوبولاريتي. سؤال لا استطيع الاجابه عليه بصراحه. شكرا دكتور. فيه طبعا سؤال من المتابعين عبر البث. دكتور، العمليات الأخيرة اللي عمليات القلب الأخيرة اللي تجرى مع الجنب يسألون عنها، يقولون هل هي
أجدى هذه العمليات أم فتح الصدر؟ طبعا هو العمليات فتح الصدر الفكرة كلها أنه بنسميه الانسجن أو الفتحة اللي بيتم للجراح على حسب التريننج. كان الأول كتريننج كان كل التريننج بتاع الجراحين، واللي أعتقد من جيلي كان كل بيتم، يعني كان في جملة مشهورة زمان نقولها إن big incision يساوي big surgeon. الجملة الحقيقة دي ما عادتش موجودة، لأنه big incision لا يساوي big surgeon دلوقتي، بالعكس small incision يساوي great surgeon. فهي الكفاءة، وأعذرني حضرتك على كفاءة، لأن طبعا إحنا بنسلم أمرين لله سبحانه وتعالى، وإحنا يعني دائما قبل ما ندخل العمليات لازم نصلي ركعتين حاجه على فكره الحالات دي، لانه العمليه كلنا بنأدي الله سبحانه وتعالى. لكن احنا مع الكومبيتيشن الكبير بين الكارديولوجيست اللي هم امراض القلب والكاردياك سيرجنز، المريض بقى بيتميل لحاجه انه ما يفتحش صدره، ودي نقطه مهمه جدا. لكن نفس الكفاءه بيتم بيها العمليات اللي هي بالفتحه الصغيره زي الفتحه الكبيره. عيب الفتحه الصغيره الحقيقه برضو في يعني بيهايند السين حاجات تانية، ان التكنولوجيا عالي والتكلفه اعلى برضو للامانه، يعني التكلفه مش سهله. يعني تكلفه اذا كنت بتكلم على بيج انسيجن عادي بيتكلف مثلا هنقول مع الكاستم باكس والحاجات دي، لا بيزيد عليهم أكتر من 30 ألف ريال زيادة في استخدام الكانيولز والحاجات التانية. فالكوست عالي. مثلا موضوع التافي أو الأسطرة اللي بتتم عن الصمام، تتم طريقه زرعه عن طريق الجلد بدون جراحة. الصمام العادي اللي احنا بنزرعه بيكلف 5,000 ل 10,000، لكن التافي بيكلف، كان في الأول ما بدأ بيكلف 180 ألف ريال، حاليا بيكلف 130-140 ألف ريال، كوست عالي. فبرضه كل حاجه لها كوست، لكن احنا بنحسبها في النهايه مش الكوست، الهيومن لايف اهم من اي كوست، لكن بيهمنا كفاءه المريض، خصوصا اللي بيجي لنا مرضى كتير جدا دلوقتي في سن كبير ومحتاجين زرع للشريان، والا وفي نفس الوقت لا يتحملوا جراحه من اساس، ما يتحملش تخدير اساس. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. مداخله تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. شغال سيف المايك بعد اذنك. شكرا دكتور، شكرا ابو علي. السؤال عن اهم اسباب او السبب الرئيسي في تكلس الصمامات في المملكه عندنا. ده سؤال مهم جدا جدا جدا، يعني ده مهم. طبعا هو اكثر سبب في يعتمد على السن. لو المريض احنا اكثر سبب وعدو الانسان هو العمر، فالايجنج او العمر نفسه هو اكثر سبب بيعمل تكلس على الصمام الارضي. طيب عباره المرضى اللي في السن صغير، المرضى اللي في السن صغير اكثر سبب للتكلس هو الحمر الروماتيزمي، ودي بسبب التكلس على الميترالي وعلى الاورطه واحيانا على السيرش الشرفات. يزيد عليهم وجود الالتهاب السكري دايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكري. مرض السكري برضو من احد الاسباب اللي بدي، وبتزيد الطين بله بالتدخين. فاحنا ما شاء الله عندنا ثلاثي عدو لنا، تدخين متوفر بكثره، سكري ما شاء الله ما فيش احلى من كده، والضغط والتصلب الشرايين. شكرا دكتور. في سؤال لحيدر احمد عن طريق الزوم، كيف يمكن معالجه حركه الصدر الميته بعد العمليه الجراحيه للقلب، وهل الحركات والعلاج الفسيولوجي يفيد ام لا؟ طبعا في حاجه اسمها كاردياك ريهابليتيشن، ودي نقطه مهمه جدا، السؤال ده مهم، وده البرامج اللي هي تعتبر ديفيشنت بالنسبه لنا، لانه المريض دول مع الفتح الكبيره او الصغيره بيحتاج ريهابليتيشن او اعاده تاهيل، عشان نضمن انه المريض يرجع لكفاءته العاديه كفيتنس تايم، اذا كان رياضي يرجع يلعب رياضه ثاني. كثير من المرضى بنجرهم صمامات وهم لعيبه كوره، فلازم يرجع يلعب كوره ثاني، مش معقول اقول له بطل كده. كثير من المرضى يقول لي انا هعمل عمليه قلب مفتوح، لا يبقى هستقيل من الشغل، وبالتالي طبعا لا، الكونسيبت ده غلط، واحنا بيتم اعاده تاهيل المرضى عشان يرجعوا وظيفتهم في اسرع فرصه لا تزيد عن اسبوعين. شكرا دكتور، تفضل بعد اذنك ابو رامي. تفضل دكتور. المايك شغال، يتفضل. شكرا جزيلا دكتور ياسر، شكرا على المحاضرة الطيبة. سؤال سريع بالنسبة لموضوع التبرع في الأعضاء، ذكرت حضرتك أنه جدا صعب أن الواحد يلاقي عضو يبدل الألف، رسالة بسيطة هيك للناس اللي حابة تتبرع بالعضو تبعها بعد الوفاة.
شكرا جزيلا دكتور تميم. طبعا دكتور تميم يعني هو استاذنا ورئيس قسم جراحه القلب في المستشفى العسكري في الزهران، وهو بيواجه معنا نفس المشكله، لانه تبرع الاعضاء مشكله دينيه واخلاقيه وثقافيه، وبالتالي احنا يعني لابد من زرع هذه الفكره، لانه يعني ممكن انا بوفاتي يتم يعني وهب حياه لاناس كثير من المرضى. انا ما رضيتش اوريكم بعض الصور اللي هي يعني خفت تكون مزعجه شويه، ازاي بيتم اخذ الاعضاء من المريض المتوفى كلينيكيا، وازاي بيتم المريض مش بيتم بس اخذ القلب، المريض اللي بيتوفى كلينيكيا اخر حاجه بتتاخد منه القلب، بتتاخد منه القرنيه، تاخد البنكرياس والليفر والاستومك، وبتاخد منه يعني اللنج او الرئتين، لان احنا في امس الحاجه الى الاعضاء. وزي ما احنا عارفين طبعا في دعوه كريمه من جلاله الملك بالدعوه بالتبرع بالاعضاء، والموضوع يعني الحمد لله انه في المملكه في يعني ثقافه بالتبرع موجوده، عكس مثلا في مصر حاليا يمكن اقول لحضراتكم حتى هذه اللحظه في مصر محرم زراعه مثلا القلب، ومحرم زراعه الرئتين بسبب فتاوى شرعيه، لكن في المملكة رائدة في زراعة القلب والرئتين على مستوى الشرق الأوسط، أكبر مراكز يتم فيها زرع الأعضاء على مستوى الشرق الأوسط والبايونيرز هم إخواننا في المملكة العربية السعودية. ودي نقطة بترجع لثقافة المجتمع، مجتمع ذكي فاهم أهمية وهب حياة لمريض على شفا الموت، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. فهي الحقيقة رسالة أوجهها لكل الناس، إنه في وجود عضو من أعضائنا يعني يستمر في العمل بعد وفاتنا إكلينيكياً، دي أعتقد أكبر ثواب ممكن الإنسان يثاب عليه، وده يعتبر عمل صالح له حتى بعد مماته. شكراً دكتور. سعادة اللواء عبد الله البوشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. البداية أحب أشكر الشيخ عبد العزيز التركي رئيس ديونية الأطباء وجميع معاونيه، وأشكر دكتور ياسر المحاضرة القيمة، جزا الله عنا ألف خير، وأشكر الحاضرين من الأخوان والأخوات جميعا. سؤالي تقريبا من شقين. الشق الأول، لماذا مرضى القلب لازم تأخذ من شرايين الساق أو شرايين اليد؟ يعني ما في أي بديل إلا يقول لك شرايين، إنك تسوي لهم عملية وتسوي شرايين لحم الشرايين. السؤال الثاني، القلب المفتوح اللي هو القلب الصناعي والقلب الزراعي، أيهما أفضل للإنسان؟ وكيف يقرر الطبيب إنه هذا يحتاج قلب زراعي وهذا يحتاج قلب صناعي، وأيهما أكثر مدى وطولة عمر طولة العمر للجميع؟ على القلب الصناعي ولا القلب الزراعي؟ شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا سعاده اللواء. يعني السؤالين في منتهى الذكاء الحقيقه. السؤال الاول طبعا، انه كان الاول بيتم عمليه زرع القلب لشريان واحد، فكان بنكتفي بشريان الصدر الايسر لانه كان ده متوفر، وبعدين بدا مع الكارديولوجيست بدا يبقى المريض يبعت لنا، مفيش نادرا ما نسوي دلوقتي زرع شريان لشريان واحد، على الاقل 3 أو 4 أو 5 شريان. فالمتاح لنا ما نقدرش ناخد من في تم تجربة زرع الشرايين، بناخد أوردة أو من حيوانات ودي لم تنجح عشان موضوع المناعة. فدلوقتي بدأ الاتجاه أن يتاخد الشريان الثدي الأمامي والشريان الثدي الأيسر. أحيانا يجي لنا مرضى طبعا محتاج 5 شرايين، هجيب منين؟ فبالتالي بنتاخد من يا إما الشريان اليد وده له احتياط معين، أو من الساق الوريد الساق، وده طبعا هيحسبها على حسب كام شريان هيتاخد من المريض، لان للاسف المصدر الوحيد لشريان الانسان عشان تزرع له هو الانسان نفسه، المريض نفسه، وكانوا ما نقدرش ناخد من مريض تاني. فبدانا نتعامل بحاجه اسمها سيكونشال، لان انا ممكن بشريان واحد اعمل بيه زرع الاثنين او ثلاثه عن طريق كباري، اعمل كوبري او اثنين نزرع بشريان واحد، اقدر افيد زرع الاثنين او ثلاثه لو انا عندي نقص في الأوردة، زي مثلا الوريد عنده دوالي في المريء ما أقدرش أجيب غير الشريان السد، فبدأنا نتحايل على هذا الموضوع. أما بالنسبة لموضوع القلب الصناعي والقلب الطبيعي، زي ما قلت حضرتك، هو طبعا
الحالي الأفضل والتجارب كويسة، القلب اللي هو متاخد من مريض متوفى كلينيكيا. لكن طبعا المريض الموضوع مش بسهولة، مش جراحة فقط، مشكلة إن فيه رفض والجهاز المناعي بيتم رفضه، فالمريض دول بيفضلوا على أدوية تثبت المناعة طول العمر، ودي مشكلة كبيرة تانية. وعشان كده لا يتحمل زراعات القلب إلا أماكن ذات ميزانية عالية وبروجرام كافي. يمكن مشكلة القلب الصناعي تحل المشكلة إن مش هيتم رفض الأعزاء، مثلا بنزرع تغيير مفصل أو تغيير مفصل الركبة أو الكتف والكلام ده، ما بيتمش رفضها، فيمكن دي تكون ميزة على المدى الطويل. لكن في النهاية الإجابة هو المستقبل وحده هو الإجابة. شكرا دكتور. طبعا عندي سؤالين هنا في بصراحة سؤالين مهمة. كيف ممكن نسبة تقبل الجسم للأنسجة المزروعة الجديدة في حالة نقل القلب؟ وهل يتم إعطاء المريض الذي تم له العملية مثبط للمناعة؟ نعم، هذا السؤال حالاً كل هؤلاء المرضى يتم اللي هو بالذات زرع الأعضاء، بيتم لازم مثبط للمناعة مدى الحياة، وبيتم متابعتهم بالتخزة عينة من جدار القلب كل فترة منعاً للريجيكشن أو الرفض العضوي عشان يتم اكتشافه بدري. أما مرضى الصمامات سواء صمام حيواني أو صمام معدني لا يحتاجوا مثبط للمناعة. دكتور، في سؤال يقول هل زراعة القلب الخنزير فيه إشكال شرعي ونحن مسلمين؟ هو اللي أعرفه أن تم يعني تحريم أكل الخنزير، وبالتالي اللي أعرفه شرعا على حسب علم الضئيل أنه الخنزير سواء خدنا منه الصمام أو خدنا منه القلب لم يحرم، بل بالعكس أحد أساتذتنا الدكتور حسام موافي وهو من أحد علماء مصر في القلب قال يمكن ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير أكله لسبب بسيط جدا، إن توفير هذا الحيوان للاستفادة منه في أعضائه، لأنه سبحان الله الخنزير هو أقرب الأعضاء، قلب الخنزير هو أقرب القلوب إلى قلب الإنسان كتركيب شريح. لكن عيبه، وأنا دي شفتها في كندا، عيبه أنه قلبه ضعيف يخاف بسهولة وممكن المريض يموت بسهولة، فدي نقطة برضو خطيرة ثانية وإذا شفتها في كندا فعلا، فدي أحد دي المشكلة الكبيرة. لكن مدى علم الضئيل أنه لم يحرم زرع أعضائه لكن حرم أكله. ما شاء الله. طبعاً لو في السؤال هذا يا دكتور من الدكتور سعدي جاسم محمد الصالحي، صراحة سؤال مهم. دكتور، سؤال من حيدر أحمد يقول أنا دكتور تخدير من دولة العراق وأعاني دائما من السيطرة على القلب أثناء العملية أو بعد العملية، هل يوجد تكنيك معين خاص لضبط هذه الحالة؟ في تكنيكس كثيرة، فخلي حضرتك تواصل مع الخاص وأنا أقول له أعمل إيه بإذن الله. دكتور حيدر أنت تتابعنا من العراق، فله جزيل الشكر والامتنان، ونرجو التواصل معنا على الجروب الخاص بال أو حسابات الديوانية، وإن شاء الله تعالى سيعرض على الدكتور ياسر. أستاذ حمدان سفر الزميل الإعلامي من صحيفة اليوم، سؤال بعد إذنك. بعد إذنك تفضل حمدان. تفضل. من اغلب امراض القلب الشريان التاجي. Yes. وفي الفتره الاخيره الله يعني ريح الاطباء والمرضى بتركيب الدعامات. نعم. السؤال ما عمر الدعامات التي تركب افتراضيا؟ سؤال مهم جدا الحقيقه، لانه الدعامات حتى طبعا حصل فيها تطور شديد جدا. الدعامات الأولينية كانت معدن عادي فكانت عمرها قصير جدا، وبعدين بدأ بحاجة اسمها دراجي إليوتين ستنت، إن هو يتم تبطين الدعامة نفسها بأدوية تمنع تصلب الشرايين عليها، ودي بتفضل سنوات طويلة. حاليا حتى في حاجة اسمها أبزوربابل ستنت، يعني إن الدعامة يتم امتصاصها بعد فترة من المرض. لكن الحقيقة في قواعد حتى للدعامات، يعني من ضمن القواعد دي المريض ما يكونش عنده سكر، لأن أحد الأسباب اللي بتقصر من عمر الدعامة وجود السكر. المصيبة الكبيرة برضو مع أخوانا في أمراض القلب إن هم دائما في الغالب مدخنين شرهين، وده برضو بيقصر من عمر الدعامة. لكن الدعامة ممكن تستمر لسنوات إذا تم اختيار المريض المناسب لها. عشان كده حاليا الحقيقة في كل المستشفيات على مستوى العالم، وطبعا عندنا في جامعة الإمام عبد الرحمن، في حاجة اسمها هارت تيم،
هارت تيم مجموعة استشاريين من القلب واستشاريين من جراحة القلب يتم مناقشة كل مريض على حدة، كل مريض، ويتم الاختيار الأحسن له دعامة ولا جراحة، لأنه بنشوف هل الدعامة هتسد بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. في سنين، في مرضى قعدوا سنين طويلة وما احتاجوش جراحة خالص، وفي مريض قعد شهور ورجع تاني بمشاكل كبيرة. فهي بيعتمد زي ما تحرك على كثير من العوامل، لا تخضع كلها، ما نقدرش نعملها جنراليزيشن أو تعميم، لكن حاليا الهارت تيم بيحل هذه المشكلة باختيار الحل المناسب للمريض المناسب. وطبعا للأسف الكارديولوجيست هم اللي دايما كسبانين وبيسحبوا مننا معظم المرضى. شكرا دكتور. سعيد، السلام عليكم. تفضل فندم، يعني بناخذ سعيد بعدين، تفضل. انا اشكر الشيخ عبد العزيز التركي لاني انا من زمان ما احضر، فانا مفوت شكلي اشياء كثيره للموقع. انا عندي تقريبا 3 أسئلة. سم العقاب بعد الديوانيه. اي هذا بعد الديوانيه. تفضل. عندي السؤال الاول للشيخ عبد العزيز، ليش ما يكون جمعيه خاصه بتبرع بالقلب؟ يعني السؤال للشيخ عبد العزيز، هذا السؤال ككل. أنا أقصد ك ك صارت جمعية إيثار تأسست سنة 2010، الهدف الأساسي تشجيع التبرع بالأعضاء وليس عضو واحد. مثل ما تفضل الدكتور إنه المتوفى دماغيا أو كليفيا يستفيد منه بأشياء كثيرة، مثلا القلب والكلى والرئتين والبنكرياس والمعدة والأمعاء والأنسجة، فهذه كل الأشياء إحنا الأساسيين شغالين عليها مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الرياض. فالجمعية شغالة طبعاً، أنا الآن ما لي علاقة بالجمعية، أنا تقاعدت من الجمعية، بس الجمعية شغالة وموجودين أعضاء منها هنا في الديوانية اليوم. سؤال. طيب ناخذ آخر. ما أسأل ترى. تفضل. طيب أعطينا سؤال. سؤال اليوم كلهم دكاترة. طيب تفضل. الإعلامي يسأل. تفضل. السؤال الثاني لك دكتور، الآن مريض اللي عنده مناعة، يعني مناعته ضعيفة وعنده مشكلة في القلب، هل يجرى لها عملية؟ نعم. طيب هذا شيء. الشيء الأخير دكتور، أنا كوني رجل مو متخصص في الطب، لكن إيش العوائل المشاكل اللي أحصلها من الأشخاص قدامي؟ مثلا شخص قدامي أعرف إن هذا عنده مشكلة في القلب، يعني إيش العلامات اللي تعطينا والأعراض إنه هذا الشخص اللي أمامي عنده مشكلة في القلب؟ بحكم أني ماني طبيب. لكن شكرا. شكرا سعيد، سؤال جميل برضو. هو أكثر المشاكل الحركة اللي بتقابلنا هم مشكلتين كبار، الألم في الصدر سواء ألم حادة أو ألم متكررة مع المجهود، والألم لها وصف معين، والحاجة الثانية صعوبة في التنفس. دول أكثر مشكلتين اللي يقول لي ممكن يكون القلب في مشكلة. شكرا دكتور ياسر. تفضل دكتور. تفضل. بسم الله. عليك السلام دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محسن خطاب، نشكر أستاذنا الدكتور عبد العزيز التركي أبو علي على هذه الندوات الرائعة، ونشكر الدكتور الغنيمي. وأنا تشرفت بمعرفة كثير من أسرة الغنيمي، أسرة طبية أيضا. والحقيقة لي أول شيء والسلام على رسول الله، سيدي رسول الله، فقد شرح صدره، أول من شرح صدره رسول الله. ثانيا أنه أوصانا دائما بأشياء معينة في الطعام، بالنسبة للطعام بالذات، لأجد نفسي أمام موسوعة للمقولة الشهيرة والدائمة في الطب اللي هي الوقاية خير من العلاج. فكل كلام سيدي رسول الله إحنا نسيناه تقريبا. ليه؟ لأننا خدنا النمط الغربي في التفكير، فاتبعنا كل الأنماط الغربية ستتبعون سنة من قبلكم حتى في الطب. فخدنا دايما نركض وراء الجديد في الطب حتى لو كان مش مناسب لنا من ناحية الإمكانيات ولا المصاريف. تاني شيء الوقاية، فين جزء الوقاية بقى في القلب؟ هنا مش شايفه كتير الحقيقة. شكرا. شكرا دكتور. هو طبعا أنا
بالنسبه لنا لما المريض بيوصل لنا بعدين موضوع الوقايه، فالوقايه وراها حاجه ثانيه خالص. لكن الحقيقه يعني احنا جزء من العالم دلوقتي، والمملكه لا تقل تقدما علميا وتكنولوجيا وجراحيا عن كثير من دول العالم، ودي بقولها بعد يعني عمر دلوقتي يقارب 20 سنة داخل المملكة، إنه المملكة بايونير على مستوى الشرق الأوسط في جراحات القلب، ودي شهادة لله عز وجل. شكرا. تفضل تفضل دكتور. عليكم السلام. شكرا جزيلا برضو، لان ده برضو مشكله من ثقافه جزء كبير من المرضى حاليا. كل يوم يجي لي مريض عايز يعمل في اختبار هشاشه واختبار تكلس، وبالتالي بياخدوا فيتامين د بالنسبه واختبار فيتامين د كتير، حتى بيتم التلاعب بيهم في المستشفيات الخاصه، نعمل لك فيتامين د ونعمل الكلام ده. والحقيقه طبعا دي مشكله كبيره، لكن للاسف الهشاشه مش خضع بس كده، الهشاشه هو لايف ستايل والنيوتريشنال ستايل للاسف، بالاضافه الى، لكن الحقيقه هو مش فكرتنا، مش الهشاشه. انا مشكلتنا الرئيسيه بامانه لو لخصنا الوقايه من امراض القلب في السعوديه 3 حاجات: البلد شوجر اللي هو السكر، طبيعه اكلنا في السكر، نمرة 2 التدخين، لان التدخين بنسبه عاليه، السكري احنا طبعا دايبيتس اعلى نسبه 25% من المجتمع. التدخين ما عنديش فيجر كامله، لكن اعلى مشكله بتقابلنا في التدخين، واللايف ستايل، مفيش رياضة. دول لو احنا قدرنا نحل الـ3 مشاكل دول، أوعدك إن المليون حالة أوبن هارت دول هيوصلوا لـ 30,000 حالة ولا. شكرا دكتور. آخر سؤال تفضل. شغال عبد الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور راشد الجوير، ديتو في الجرح طبعا. استشاري غدة الصماء في المستشفى العسكري، رئيس مركز العسكري لغدة الصماء والسكر، عضو اللجنة العلمية. طبعا نفس اللي تكلمت عنه انت، اللي هي علاقة السكر بالقلب. احنا نتكلم عن 25% من الشعب السعودي فيهم سكر، علاقتهم بالقلب. سؤالي، هل في ستاتستيك بالنسبة لكم او احصائيات بالنسبة للقلب، الفشل القلب، وهل هو ريليتد متعلق بالسكر مثلا، او كونترا انديكيشن مثلا للسكر اللي ممكن غير منتظم او عالي، هل ممكن نعمل للقلب ولا لا؟ وطبعا نرجع للسؤال، نفس الشيء بالنسبه حق الهشاشه، نفس الكلام. الهشاشه هذا عندنا برضو مشكله كبيره، طبعا استشاري الغده واستشاري الهشاشه. فالهشاشه هذا شيء ضروري، ارجع لك نفس ما انت قلت، هي الفيتامين د والدايت. بالاضافه احنا ما نستخدم الادويه الا في حالات معينه فيها استاديو، فيها دراسات، وفيها صور ايمج اشاعات، فما ما هي يعني في الموضوع هذا. بس فيتامين د والكالسيوم هذا الشيء طبيعي بالنسبه للكبار، لنقص المنطقه هنا اساسا سبب السكر. شكرا جزيلا لحضرتك رشيد. هو طبعا اقدر اجاوب على الجزء اللي هو الدايبيتس، انه من حوالي 10 سنوات حاولنا في جمعيه القلب السعوديه عمل ريجستري لموضوع الكاردياك سيرجري، وكان في الريجستري ديت من ضمن الفاريبلز اللي موجوده الدايبيتس ميليتس تايب 1 ولا تايب 2، وهو تو كنترول دايابيتس، والميثود اوف اورال ولا انسولين. ولحد كبير يعني تم البروجريس فيها سنوات، لكن الحقيقه وقفت، لانه المشكله الكوست، ان جمعيه القلب كانت محتاجه دعم. الرخصه اللايسنس الواحده عشان تعمل ريجستري زي ديت بتحتاج حوالي 600,000 ريال، والجمعيه جمعيه يعني بتعتمد على اطباء فقط. فللاسف حاليا لا يوجد احصاء دقيق لعلاقة القلب بالدايبيتس. لكن أنا كنت بكلم مع زملائي النهاردة في الجامعة إن إحنا فعلا على وشك نعمل ريجستري للمنطقة الشرقية. ده اللي أقدر أعمله، ونقدم بروبوزل للريجستري بالكارديك سيرجري في المنطقة الشرقية. زملائنا في الكارديولوجي قدموا فعلا بروبوزل للريجستري في الكارديولوجي، وطبعا فيها الفاريبلز موضوع الدايبيتس ميليتس. بالضبط. ما هي احنا طبعا في تعاون مع دكتور تميم حتى في حاجات كثيره، وكنت على باوت ان انا اقترح عليه الموضوع ده، فبرضه هستاذن حضرتك، مشكورا انك تساعدنا برضه في النقطه دي ان شاء الله، وجود حضرتك هيساعدنا كثير بصراحه ان شاء الله. شكرا يا دكتور ياسر، يعطيك العافيه.
كل الشكر والتقدير لضيف اللقاء الدكتور ياسر الغنيمي على تقديمي لهذه أو لهذا اللقاء من لقاء ديوانة الأطباء. تفضل الآن سعادة الشيخ عبد العزيز بن علي التركي لتكريم ضيف اللقاء الدكتور ياسر. تفضل دكتور ياسر. شكرا يا دكتور. صراحة في أسئلة كثيرة يعني كانت عن طريق الموقع عبر برنامج الزوم، وكذلك يعني كان فيه مداخلات، لكن اسمحوا لنا اللي ما أخذنا مداخلته. شكرا دكتور ياسر، يعطيك العافية. الأخوة الحضور، سعادة الأستاذ محمد بن عبد الله بودي رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، أبى إلا أن يكرم مؤسس الديوانية الشيخ عبد العزيز بن علي التركي نظير مساهماته ودعمه لأنشطة النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. تفضل. والدكتور أسامة، دكتور أسامة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد اليوم أن أتواجد في هذه الديوانية في هذا المكان الجميل، في حضرة الأستاذ الأخ العزيز الكبير الأستاذ عبد العزيز التركي، الذي يعني أهنئ معاشر الأطباء والقطاع الصحي الذين كسبوا هذه الشخصية الباذخة التي أمدت أواصر العطاء مع هذا القطاع المهم والذي يتعلق بالإنسان وتنميته وصحته. نحن في نادي المنطقة الشرقية الأدبي ولدينا وجه آخر، ووجه الثقافة والأدب. حصلنا ولله الحمد على التفاتة جميلة من هذا الرجل الكريم بأن مع بدء هذا العام الجديد أن يكون راع شريك لمشاريع نادي المنطقة الشرقية الأدبي الثقافية والأدبية والتاريخية، من أجل حقيقة نشر الثقافة والأدب لمختلف أفراد المجتمع في منطقتنا الغالية المنطقة الشرقية عبر نادي المنطقة الشرقية الأدبي، هذه المؤسسة التي عمرها أكثر من 33 عاما. أيضا في هذا اليوم نحن أعلننا عن تشكيل المجلس الاستشاري لجائزة فريدة على مستوى المملكة بل وعلى مستوى العالم العربي، وهي جائزة الموقف الأدبي، جائزة لا يمكن أن تقبضها بيدك لأنها ليست تكريما لمنجز أو مخترع أو ابتكار، بل هي جائزة تثمن المواقف التي تتشكل في قالب أدبي، خطبة أو مناظرة أو محاضرة أو قصة أو شعر. هناك لجان علمية وهناك جهات ترشح أصحاب هذه المواقف. حظينا بالأستاذ عبد العزيز التركي بموافقة كريمة أن يكون أحد أعضاء المجلس الاستشاري لهذه الجائزة السنوية، فهنيئا لنا معاشر الأدباء والمثقفين بأن استطعنا أن نكسب شخصية جميلة ومؤثرة مثل الأستاذ عبد العزيز التركي. حرصت حقيقة شرف لي أن نحضر اليوم، أولا لكي أسهم مع أخي الكبير أستاذ عبد العزيز بأن أكرم ضيفه وضيف الندوة الدكتور غنيمي نسميها باللهجة العامية صوغة، هدية من نادي المنطقة عبارة عن كتب ومؤلفات أصدرها أبناء المنطقة الشرقية في التاريخ والفكر والأدب والرواية والشعر، نقدمها للطبيب الناجح الدكتور غنيمي، وكذلك مثلها إهداء لأخي الكبير أستاذ عبد العزيز التركي، وكذلك درعا تقديريا تكريميا استحقه من نادي المنطقة الشرقية الأدبي لدعمه للحراك الأدبي والثقافي في المنطقة الشرقية الأدبي. فأستأذنكم لكي أكرم هذين الرجلين الكريمين. تفضل دكتور ياسر.
شكرا. برضه دكتور ياسر الغنيمي ومتعب لا دكتور أسامة المدني بصراحة يعني هو حرص سعادة الأستاذ محمد بن عبد الله بودي على تكريم ضيوف اللقاء، وإحنا عندنا تكريم برضو خاص يا أبو علي كعادة ديوانية نتكرم الأشخاص اللي بذلوا جهود كبيرة. اليوم عندنا متطوعين، الدكتور أحمد محمد العيسى متطوع مع جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء إيثار، ومبارك له اليوم كان عنده آخر اختبار للزمالة وإن شاء الله تعالى نشوفه طبيب مستقبل. نعم متطوع يعني من قبل ما يدخل كلية الطب. مع كلية الطب عبد الرحمن فخر الدين حمزة طب أسنان ما شاء الله ما شاء الله. كل الشكر والتقدير لكم ضيوف لقاء ديوانية الأطباء، وأيضا الشكر والتقدير لمتابعين عبر برنامج الزوم. إلى الملتقى في اللقاء القادم من لقاءات الديوانية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الختام يدعوكم أبو علي لتناول وجبة العشاء وترى يقول